بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مع بداية الفعاليات بمناسبة يوم الأرض الخالد والذكرى 43 لهذه الذكرى الوطنية التي يحتفل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان في هذه المعمورة، نحن الآن مع السيد محمد حسن غنايم رئيس بلدية سخنين السابق، ونحن على أرض المل عمي أبو سليم. أولا يعني نريد أن نعرف ونعرف السادة المشاهدين منطقة المل لماذا سميت بهذا الاسم؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سميت أرض المل لأنه في هذه المنطقة يكثر أشجار المل، شجر معمر مئات السنين اللي بيسموه طبعا عند العمين البلوط، مش السنديان، البلوط. أشجار ضخمة جدا موجودة في كل أنحاء المنطقة، وهذه المنطقة بيسموها المل بس بالقاموس العسكري اسمها منطقة رقم 9. فهذه الأرض هي تابعة، القسم الكبير منها لسخنين والقسم الآخر مش تابع سخنين، ولكن سنأتي فيما بعد. لو استبدأ أقول لك مثلا المناطق اللي إحنا هنا، مساحة المل، مساحة المل الكل كلياته 73,000 دونم، من سخنين طبعا ملك خاص، أنا بحكي من سخنين 17,000 دونم، هذول 17,000 دونم لأهل سخنين، 17,000 دونم 17,000 دونم. نعم. طبعا هاي الأرض كلياتها مفتلحة، بفلحوها الفلاحين كانوا، وقسم منها لا يزال أيضا بفلحوها وزرعوها، غرسوها بأشجار الزيتون وأشجار أخرى. إذا بنطلع مثلا إذا هذه المنطقة كلياتها، ها بسموها المقنطر، عليها مستوطنة يهودية. الأرض اللي موجودة هناك هي تابعة لأهل سخنين، هاي المتسفية أفيف، المتسفية أفيف، آسف، معليتسفية، 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 يعني معليتسفية هاي على أرض سخنين، على أرض سخنين. قسم منها الكبير على أرض سخنين، قسم منها تصادر، قسم منها أملاك دول إلى آخره. لما نطلع جنبه هناك هذا بيسموه جبل المقنطر، اللي فوقيه هناك هذيك المنطقة بيسموه أبو جمال، وهناك بيسموه المنطقة اللي بيسموها هناك تحت اسمها الشومرة. إذا بنطلع للغرب بيسموه أبو قراد اللي فيه علي عرب النعيم. والأرض كلها هذا بدك أقول لك أسامي كلها، في عندنا الجزائر، في عنا الفرش، في عنا هنا الخربي، الخربي هون، في عنا هنا المنطقة هاي كلها، يعني كل هاي المسميات داخل منطقة المل كلها حتى تصل إلى أبو غزالي. لحدود سخنين كانت تقول لها منطقة رقم 9، ممنوع حدا يدخل إليها، لأنه هاي المنطقة بالقاموس العسكري قسموها لثلاث أقسام. يعني هي متى سميت منطقة عسكرية أو أزدل عليها هذا؟ نعم. هذا الاسم كان في القاموس العسكري زمن الإنجليز. نعم. وبعدين طبعا إسرائيل استولت عليها، وكان المناورات تبدأ من هون، كانت الدبابات بهاي المنطقة وين احنا واقفين، الدبابات تقف هون، وكان شفنا وإحنا صغار الطيران، وإحنا صغار كنا نيجي مع أهلنا لنفلح الأرض، كانت مقسم الأرض بالقاموس العسكري ثلاث أقسام. لثلاث أقسام. ألف هذا بتقدر تفوت له وتفلح له، لكن وقت المناورات لازم تطلع. القسم الثاني بتفوت له بتصريح، إذا ما أخذ تصريح ما بتقدر تفوت عليه ولا تفلحه. والقسم الآخر ممنوع تفوت عليه كلياً، لأنه منطقة عسكرية ممنوع، مغلقة. نعم. وهذا كان هو السبب إنه صار في محاولات لمصادرة الأرض وتسكيرها كلياً، ألف وباء وجيم. وهذا عمل أو خلينا نسميه النار اللي بديت تشتعل بالنسبة لقضية الأرض والمنطقة اللي هاي كانت الدولة بدها تسيطر عليها. أبو سليم، وانت تم يعني طبع هذه المنطقة بأجزاء الثلاثة اللي انت حكيتها انه هاي منطقة عسكرية ممنوع الدخول ولا اي انسان عليها؟ ب13/2/76. ب76؟ نعم، 13 اللي هي كانت يعني امر المنع، ممنوع الدخول. واللي اعطى الامر مين؟ اعطى الامر كان قائد المنطقة رفائيل ايتان، وكان وزير الدفاع في حينه هو كان رابين. اعطى الامر ممنوع الدخول، وهنا بديت المشاكل. وهي المشاكل اللي كان مش لازم تكون، لان الارض ارضنا ما حدا بيقدر يمنعنا نفوت فيها. فبديت
الممنوع تفوت انتوا يا اهل سخنين يا عرابي يا دير حنا. يعني 73 ألف دولهم هن سخنين عرابي دير حنا العرب النعيم اللي في ابو قراد والكماني العرب السواعد وايضا في منطقه بسموها فخيخيري كمان تبع العرب السواعد للحصينيه. كلها ارض كلياتها 73 ألف دولهم منها 17 ألف دولهم لسخنين. لما بدي الحراك هذا انه لازم ممنوع تفوتوا يا مواطنين للأرض والجيش كان يفوت لهون، وأنا أذكر وإحنا صغار كنا نفوت لهون كان الجيش يطردنا وإحنا صغار مع البقر أو مع أهلنا كان الجيش يطردنا. فتحركت بأمر المنع تحركت الجماهير وكان بديت يعني بالضبط متى بدأ التحرك للدفاع عن الأرض؟ من 13/2/76 معروفة 13/2/76 يعني قبل يوم الأرب بشهر ونص. يعني خلال هذا الشهر ونص نعم يعني صارت أحداث معينة بتذكرها؟ لا كل المواطن لما هي الموضوع لما فاتت الدبابات مجنزرات جيش لبنان الجنوبي لحد على مزروعات أو على زيتون سليم محمد بشير أبو شحود بهاي الأثناء لما فاتت الدبابات هي طبعا المنع كان زمان ولكن لما بدأت تتحرك الناس لما أثير الموضوع في قضية سليم محمد بشير أبو شحود هذا الحكي كان ب27/12/83 يعني أجت الدبابات وخربت الزرع وخربت الزيتون كانوا يتدربوا منطقة عسكرية يدربوا فيها ما حدا سائل عدن لأنه جيش لبنان لحد كان تابع لإسرائيل صحيح. فأنا كنت رئيس مجلس محلي هناك أو أول فترة إلي في كمجلس رئيس مجلس محلي. أي سنة هاي؟ بالثلاث وثمانين. فتوجهت أنا والمرحوم أبو يوسف الله يرحمه وابنه محمد اللي هو اسمه محامي بسموه ناحل في إشحار. وجدنا هناك بواب قلنا له يا أخي الزيتون هذا اللي طلعتوا عليه مين يطلع عليه مين خربه؟ قال إحنا هاي الدبابات تابعة للحد وبأمر مننا. قلت له الزيتون هذا عليه تأمين إحنا بدنا نقيم قضية أعطينا اسمك أعطانا اسمنا الكامل والرقم العسكري تبعته. أثناء ذلك وإحنا نحكي معه بعد ما سجلته كله أثناء ذلك أجا الضابط المسؤول عنه قال له شو عملت هيك؟ قال له أعطيتي المعلومات كلها قال له بالعبراني أني حفيش أدخى محبوش 28 شفيت أدخى محبوش 28 يوم يعني معناته يحبسوا أو يبعدوا ما بعرف كيف بيهم شو لاي 28 يوم وبديت الأمور كلياتها. أثير الموضوع طبعاً كل المنطقة عرفت إنه في خراب على الزيتون فأعضاء الكنيسة واحد من عضو الكنيسة توفيق طوبي أثار الموضوع في الكنيسة. لما أثير الموضوع في الكنيسة دعينا إحنا للجلسة أنا كرئيس مجلس محلي مع النواب تبعيني حياة المرحوم محمود خالد غنايم أبو عصام جمال سليمان خليل أبو محمود الله يرحمهم الاثنين وحسين الجابر أبو محمد ميشيل غنطوس وتوجهنا لنحضر الجلسة هاي بالثلاث وثمانين بشهر اثنين هذا بعد الأحداث بشهر اثنين نعم. بدي طبعا أثير الموضوع في الكنيسة بالتصويت سقط الموضوع. أثناء بعد ما بدنا نخرج من القاعة التقينا مع عضو الكنيسة محمد معاري قال شو رأيكم خلينا نتوجه لشخص بقول له مين قال لي عيزر وايزمان كان هو وزير للأقليات. قلت له أنا ما بعرفه قد بتعرف عليه رحنا لهناك اتصل معه هذا الحكي بساعة المساء حوالي الساعة 5:30-6 في المساء رحنا لعنده بالجلسة حكينا الموضوع كله قال أنا في عندي معلومات عن الموضوع هذا كلياته اعطيني أسبوعين تنبحث الموضوع. بعد أسبوعين من شان أكون أنا بموقف قوي وسخنين وعرابي ودير حنا هندي تقريبا بلد واحد بما فيه الأرض واحدة والأرض يعني مصيرها واحد فاتصلت مع الإخوان محمد عبر نصار والأخ رجا خطيب ورحنا للجلسة اللي مع العيزر وايزمان شرحنا له الوضع كلياته هناك
مثل احتد وقال انه مش ممكن يكون لان هاي الارض تؤخذ، اذا لازم نعمل لها نعرف كيف بدنا نحررها. فبدت الامور تتطور، وقضيه مصادره الارض عند هاي الدولة يعني مثل البسكوت، يعني بيحبوا دائما يقضموا شوي شوي. لذلك لما اثير الموضوع واخذ صار طبعا 76 كان يوم الارض، وكان مظاهرات من 76 ل 83 يوم، يوم كان بيوم يعني الأرض. صار الى صدى القضيه طبعاً، وصار صار الى صار في شهداء. نعم. صار في شهداء. نعم. فاحنا عملنا كسلطات محليه، مشينا في مسارين، في مسار سياسي وفي المسار الجماهيري. طبعا دم يعني الشهداء كرؤساء مجالس. نعم. والمواطنين. نعم. دم الشهداء وجرحى يوم الارض والمعتقلين كان لنا النصيب الكبير في تحرير يوم الأرض. مع طبعا المسار السياسي. فاستمر الموضوع كلياته، وملاحقات ومكاتبات ومراسلات من السلطات المحلية اللي منسقلين على الرابي دير حنا، وأعضاء الكنيسة كانوا يثيروا، ولكن ما كان في خلينا نسميه استجابة أكثر. فكان ب 12/6/86 حضر شمعون بيرسي اللي هو كان رئيس الحكومة. انت ما زلت رئيس المجلس. واضح بال 86. نعم. فأجا وعملنا اجتماع جماهيري في مدرسة السخنين باه، وهناك أعلن أنه فكرة كبيرة أنه تزال الصبغة العسكرية عن منطقة الملء، منطقة الملء أو المنطقة رقم 9. لكن هذا إحنا الحكي ما بيعمل إشي. لاحقنا الموضوع، كتبنا رسائل مع جلسات، واستمر اللقاء مع عزر وايزمان، استمر بشكل مباشر، كل مدة نحكي، كل مرة نحكي ونكتب إلى آخره كل الرؤساء. وطبعا المسيرات يوم الأرض كانت تمشي بشكل مرتب، ومطالبات والجماهير الطالب. ووصلنا لمرحلة أنه في 5/5/86 اتخذ قرار في الحكومة إزالة الصبغة العسكرية عن منطقة رقم 9. وهيك أنهينا موضوع تقريب. مين كان رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة كان شمعون بيرس، وزير الدفاع رابين. بعد ما أخذ قرار في الحكومة، أنا قلت طيب إزالة الصبغة العسكرية ممتاز، لكن في مخلفات للجيش. كتبت مكتوب رسمي لوزير الدفاع، وأجوا فرقة من الجيش وكانوا مشطوا المنطقة كلياتها وأزالوا، بدي أقول لك 80% يمكن أو أكثر من مخلفات الجيش قنابل، لأنه صار في أحداث كثيرة. يعني من زمن 48 لهون قتل حوالي 100 شخص في هاي المنطقة من مخلفات الجيش، منطقة المل من سخنين ومن عرب، من كل من البديو، من كل ما يقارب 100 شخص. 100 شخص من سخنين ثلاثة. وهذا كلياته. طيب بال 86 بعد أيوه. بعد ما أخذنا القرار بال 86 كتبت مكتوب لوزير الداخلية في حينه، إذا كاني مش غلطان يمكن ريسلر، يمكن أقول لا اللواء متصرف اللواء، إنه ماشي الأرض رجعت ولكن إزالة الصبغة العسكرية عنها. طب شو مع المال؟ ما هي تابعة حسب التخطيط كينينغ في حينه إنها تابعة لمزقاف، إذا إحنا بدنا تحرير أرض. بشهر واحد 89 أفرجوا على 1500 دولم وضموهن لمنطقة نفوذ سخنين. 1500 من منطقة المل. نعم، من منطقة المل. أملاك خاصة. أيوة، بما فيها المنطقة الغزالي، أبو غزالي مثلا. إذا بعطيك مثل، المنطقة الغربية اللي عند رأس العقبة كانت تابعة هاي لمزقاف، مدرسة السخنين الثانوية كانت برا تابعة لمزقاف الأرض فيها. وصل لهناك يعني حدود البيوت كلياتها. فتحررت هاي الأرض والحمد لله. بعدين الناس أنت ملاحظ زرعت زيتون، زرعت كمان في منطقة زرعوا فواكه، في منطقة ثانية صاروا يزرعوا خضروات. ولكن إذا بنشوف المنطقة هاي بدي أقول لك في 86 غرس في منطقة المل كله، أنا بحكي 86 ألف شجرة زيتون،
86 ألف شجرة زيتون. يعني تابع على سخنين عرابي ديرحن. عرابي ديرحن. نعم. عندنا إحصائيات. نعم. والفلاحين طبعاً بسطوا، وأنت ملاحظ إنه اللي بيفوتوا. أبو سليم، أرض لوتهم هاي اللي خلصنا. قسم من أرض لوتهم. برضو لسخنين. هاي قسم منها كبير لسخنين، وقسم منها تابع لأملاك الدولة يعني. طبعاً هي أرض سخنين كلياتها 69 ألف وإشي دونمات. خلونا منها كلياتها قديش؟ 9000 دولم. لا الكل ككل ضللنا عنا 17000. 17000 دولم. 17000 انا بحكي. وهذا كمان هذا غلط اللي صار وخطأ، والحكومة والدولة أبو سليم يعني بعد ما يعني انتفت صبغة الصبغة العسكرية عن منطقة المل، المواطن اللي له أرض يعني تعوض من قبل الحكومة ولا إشي؟ ولا ما تعوض ولا إشي ولا إشي يعني على التخريب وعلى بالحقيقة قلت لك قسم منها بعد حتى لا تزال في منطقة تابعة لمزقاف. يعني إحنا المنطقة اللي سواق فينا إحنا هنا منطقة تابعة لمزقاف. مزقاف شايف يعني معروف عند أبو غزالي، بنسميه أبو غزالي، بعد أبو غزالي عند السيار اللي تابع على دار عائلة تبشير ولا قسمنا دار أبو ريا. هاي من لهناك بديت كم من هناك في حد، وهذا الحد بسمون خيط الخط الأخضر. أنا من عارف وين إحنا حدود بيننا وبين الدول العربية. هاي تابعة لمزقاف، يعني هاي المنطقة اللي صار نشوفها كلها تابعة لمزقاف. فعلينا إحنا نطالب طول الوقت الرؤساء اللي كانوا طالبوا واللي بدهم يجوا زي ما يطالبوا على أساس تحرير هالأرض وضمها لسخنين. يعني تخيل إحنا كسخنين منطقة نفوذنا 9500 دولم بس، بينما مزقاف عدد سكان 31000 سخنين، بينما مزقاف 20000 إسا 20000 تسيطر على 182000 دولم. لا في عدالة ولا في نوع من المساواة، وفيش حزب بإسرائيل بقول لك لا بدنا نعمل عدالة ومساواة بين العرب. فيش هذا، كلياته كذب على الحق. ولذلك لازم إحنا نتمسك بالأرض، حتى لأن الأرض هي وجود، إذا فقدنا الأرض فقدنا وجودنا. يعني ولذلك أنا بدعي الشباب كلياته والاختيارية، الاختيارية يعلموا الشباب يمسكوهم بالأرض، لا تفريط في الأرض، لأن الأرض هي وجود ووطن. في ملاحظة بسيطة ومع الأسف الشديد أنا بدي أوجهها لكل الأطر السياسية. ما بيعطوا المعلومات الكاملة للمواطنين عن الأرض وكيف كانت مقسمة وكيف تحررت. صحيح. وهذا بيعمل جهل للشباب. يعني يسأل شاب قل له وين تتحرر المل، بقول لك ما بنعرفش. طب ليه؟ إذا أنتوا يا أطر سياسية إذا عليكم توعية، والتوعية هاي هي للمصلحة، مش لشخص واحد ولا لاثنين ولا ثلاث ولا لرئيس ولا لعضو ولا لأي إنسان، وإنما هي توعي على التمسك بالأرض، التمسك بالوطن، لأنه ما فيش غير وطن هذا ما لناش غيره.